التطوير اللي بيحصل في كل المواني المصرية هو تطوير يعني الحقيقة غير مسبوق. وزي ما شفنا مواني زي السخنة ومينا اسكندرية والتطوير اللي تم فيهم النهاردة، الحقيقة كنا بنتابع مع يعني معالي وزير النقل التطوير اللي بيحصل في مينا دمياط، وتم عرض طبعا الخطة الكبيرة اللي بتحصل لهذا المينا ان شاء الله بالثلاث محطات الكبار اللي هيبقوا موجودين، ويمكن احنا واقفين قدام محطة منهم وبنتابع الشغل اللي فيها. احنا عندنا محطة تحيا مصر 1 وتحيا مصر 2، وان شاء الله يمكن اول محطة منهم هتبدأ العمل زي ما شفنا كده، وتشرف فخامة الرئيس بافتتاح المحطة اللي كانت موجودة في مينا اسكندرية، هتبقى على نفس المستوى ان شاء الله هنا في مينا دمياط بإذن الله ابريل 2025. اهم حاجة يمكن البضائع اللي احنا تفقدناها وده شيء مفرح، دي كلها بضائع مصدرة، بضائع تصدير من كل المصانع المصرية. ويمكن لو حضراتكم تابعتوا هنلاقي كل حاجة بدءا من الحاصلات الزراعية الفريش او الطازجة لغاية الحقيقة كل الصناعات اللي ممكن نقول عليها صناعات مهمة، صناعات بتروكيماويات، صناعات أثاث، صناعات حقيقة متقدمة. والحاجة الشيء اللي يفرح أيضا إنها مصدرة لكل دول العالم. اتكلمنا كلنا على ان شغلنا الشاغل واولوياتنا الفتره الجايه هي الصناعه، والحقيقه الصناعه يعني كل يعني الدوله الحقيقه بدءا من فخامه الرئيس والحكومه وكل المؤسسات التنفيذيه تعي تماما ان استدامه النمو وان احنا يبقى عندنا قدره على التعامل مع كل التحديات اللي احنا موجودين فيها هتبدا او هتبقى من خلال التركيز على مجموعة من الصناعات أو الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة.